دايما لما باجي هنا في منطقة الفتح لازم بشتري كنافة من عند حلويات زين، مشهور جدا في المنطقة هنا. ويوم الأربع في اسطنبول يعني بازار الفاتح، واحد من أكبر وأرخص البازارات الشعبية في اسطنبول. شوفوا الحاجات دي كلها بواقي تصدير ب 200 ليرة تركية، سعرها الأصلي هنا المفروض 500 ليرة، في البازار الأسبوعي بتتباع ب 200 ليرة تركية فقط. ويا صباح الفل من اسطنبول، موجود حاليا في منطقة الفاتح وكمان يوم الأربع، فقررت أخد معاكم جولة النهاردة في البازار الأسبوعي هنا في منطقة الفاتح. مكان البازار بالظبط يعني جنب مسجد محمد الفاتح، لو حابب تزور البازار تعال عند المسجد وهتلاقي البازار حواليك في كل مكان في المناطق أو الشوارع المحيطة بمسجد الفاتح. حاليا يلا بينا نبدأ جولتنا ونشوف آخر الأسعار في البازارات الأسبوعية في اسطنبول. وزي ما قلت لكم يعني مكان البازار الأسبوعي هنا في منطقة الفاتح يوم الأربع بيكون في المنطقة المحيطة بالمسجد، فسهل جدا توصل للبازار. يعني المخارج اللي هي محيطة بالجامع بالكامل هتلاقي الناس عارضة بضاعتها. بازار أسبوعي يوم الأربع، واحد من أقدم وأشهر وأرخص البازارات الأسبوعية في اسطنبول. طبعا في النوع ده من البازارات يعني هتلاقي كل شيء تتخيله موجود هنا، ملابس، ادوات منزليه، حرفيا كل شيء تتخيله، حتى الخضار والفاكهه والدجاج، اللحوم، الحاجات دي كلها بتتباع في البازارات الاسبوعيه. الاسعار هنا بتكون اكيد افضل من الاسعار في المولات في المحلات، لكن لازم تعاين بقى البضاعه وتتاكد من الجوده. شوفوا هنا الحاجات دي كلها ب 200 ليرة. في اللحظة اللي بسجل فيها فيديو النهاردة الدولار تقريبا 30 ليرة تركية. الحاجات دي شوفوا كلها مكتوب عليها يو اس بولو لاكوست، يعني ماركات عالمية بس اكيد كلها كوبي، ب 200 ليرة تركية فقط. البازار بيكون دايما زحمة، فاعمل حسابك لو جيت هنا هتلاقي زحمة كتير. شوفوا الحاجات دي كلها ب50 ليرة، حاجات أطفال. خمسين ليرة يا جماعة يعني في تركيا في الوقت الحالي ما يجيبوش ساندوتش، فالأسعار فعلا حلوة جدا. هحاول خلال فيديو النهاردة كده أركز معاكم شوية على البضاعة المعروضة، وهل يعني جودة البضاعة جيدة تستحق إن حد يجي البازار هنا مخصوص ولا لأ. شوفوا الحاجات دي كلها ب50 ليرة، يعني أقل من 2 دولار، وأغلب البضاعة هتلاقوا موجود عليها ماركات عالمية، نايكي، أديداس، الحاجات دي كلها، حتى الشرابات اللي هي الرجالي هنا دايما دي ماركة مشهورة في تركيا للملابس الكلاسيك. فبخصوص الأسعار زي ما انتم شايفين 3 ب50، هنا في حاجات ال2 ب50، في حاجات ال1 ب10 ليرة فقط. فمن حيث الجودة يعني الحاجات شكلها الى حد ما جيدة جدا، مش حاجات رديئة مثلا او شيء. النوع ده من الاسواق او البازارات الاسبوعية بيكون يعني متقسم كده لاكتر من سيكشن. فالجزء اللي انا موجود فيه حاليا خاص بالملابس، سواء بقى رجالي ملابس بنات وكده. شوفوا البنطلونات دي 150 ليرة الواحد، ب150. عشان اكون صريح معاكم يعني انا شخصيا مش بشتري من البازارات الاسبوعية، فياريت لو حد في يعني جرب يشتري حاجة من هنا من تركيا من نوع ده من البازارات يقول في التعليقات.
لكن والله الحاجات شكلها تقيلة وحس الخامة يعني جيدة. الواحد ب150 يعني $5. وزي ما قلت لكم يعني كل شيء تتخيلوه هتلاقوه موجود هنا في البازار الاسبوعي. من الحاجات اللي انا شخصيا بشتريها من البازارات الاسبوعية الادوات المطبخ، المعالق، الشوك، الكوبايات والحاجات دي تكون اسعارها هنا افضل بكثير من انك تشتريها من المول او السوبر ماركت. خلينا كده نلقي نظرة على الحاجات اللي موجودة والأسعار. الحاجات دي ب60 ليرة، دي ب40 ليرة، دي أنا كنت محتاجة، دي اللي بتقطع البطاطس تقريبا او تقشر البطاطس، ب35، حدود دولار يعني تقريبا ممكن اشتريها. البازارات الاسبوعية يا جماعة في تركيا يعني من الانشطة المهمة جدا اللي بيقوم بيها الاتراك. ناس كتير جدا بتشتري كل احتياجاتها من البازارات الاسبوعية. في هنا كمان اللي يسموها في تركيا الجازفة اللي هي بيتعمل فيها القهوة، محتاج واحدة بصراحة ب200 ليرة، صغيرة ب200 ليرة. هنا الكبات، الايس كاب، الجو برد في الوقت الحالي في تركيا. هتلاقوا كمان الستاير، السجاد، كل شيء بيتباع داخل البازار الأسبوعي. بحاول كده أنقل لكم الأجواء في البازارات الأسبوعية. بما أني من مصر يعني فإحنا في مصر عندنا نفس الفكرة ونفس فكرة البازارات الأسبوعية، بازار الخميس، بازار الجمعة. أعتقد ممكن في أغلب الدول العربية موجود أيضا البازار الأسبوعي. هنا عسل النحل، العسل الأبيض، عسل طبيعي، مش مكتوب الكيلو بكام للأسف. شوفوا هنا الحاجات دي كلها 75 ليرة. الحاجات والله شكلها حلو والاسعار ايضا جيدة جدا، 75 ليرة. لان نفس الحاجات دي لو في مول او في ماركت من الكبار يعني زي ميجروس، كارفور والحاجات دي يكون السعر ممكن الضعف او 3 اضعاف. هنا ايضا حاجات ب50 ليرة. الأسعار بصراحة مفاجأة بالنسبة لي، الواحد من زمان ما شافش حاجة ب50 ليرة. خليني كده أستكمل معاكم جولتي داخل البازار، بازار يوم الأربع في منطقة الفاتح. الميزة هنا في البازار إن الأسعار هتلاقوها مكتوبة، يعني كل واحد أو كل بائع كتب الأسعار الخاصة بيه. هنا الحاجات دي ب200 ليرة، هنا شوفه كاتب اهراجات، يعني دي حاجة كده زي بواقي تصدير، يعني هنا الحاجة مكتوب عليها اصلا ب500 ليرة، هو بيبيعها ب200. تقريبا كلهم مكتوب عليهم سعرهم الاصلي 500 ليرة. الحاجات دي من دي فاكتو.
بتشوفوا ده ب450، هو بيبيعه ب200 بواقي تصدير المفروض. بحاول اقلب كده في الحاجات اللي موجودة، كلها ماركات عالمية، في زارا، في لاكوست، الحاجات دي كلها ب200 ليرة فقط. فهي دي الأجواء في البازار الأسبوعي، بازار يوم الأربع في الفاتح. البازار زحمة جدا زي ما شايفين، الناس كلها بتشتري احتياجاتها. هنا الأطباق دي مشهورة جدا في الفطار، في وجبة الفطار في تركيا بيستخدموها دايما. في كمان فناجين القهوة. هنا الشنط دي كلها، اي شنطة بكام؟ ب100 ليرة تركية. الشنطة ب100 ليرة، يعني في حدود $3 وحاجة بسيطة في تركيا. في النهاردة البازارات زي ما قلت لكم، يعني هتلاقوا كلها مكتوب عليها ماركات عالمية، لكن بتبقى كلها بضاعة مقلدة. فاللي بيحب النوع ده من البضاعة يعني هيلاقيها هنا متوفرة بأقل الأسعار. زي ما انتم شايفين أي شنطة ب100 ليرة. هنا الحاجات دي ب150 ليرة. $150، $5. النوع ده من البازارات الأسبوعية يعني بيبدأ من بدري جدا. الناس اللي بتبيع في البازار بيجوا ممكن من قبل صلاة الفجر يجهزوا البضاعة اللي هما جايبينها. فلو حابب تزور البازار أنصحك تيجي بدري من بعد الساعة 9-10 الصبح، تلاقي البازار زحمة وبيستمر تقريبا لغاية وقت صلاة المغرب ويمكن أكثر كمان. ودلوقتي تعالوا كده ناخد جولة في الجزء الخاص بالخضار والفاكهة. الطماطم هنا الكيلو ب30 ليرة، السعر أفضل بكثير من السوبر ماركت. أنا شفتها امبارح كانت ب40 ليرة في سوبر ماركت اسمه ميجروس. الليمون في الشتاء بيكون سعره جيد، هنا الكيلو ب13 ليرة، الخيار ب30 ليرة، الطماطم ب30 ليرة، يعني $1. جينا نكتشف ايضا اسعار منتجات اخرى. هنا الفاكهة الرسمية في الشتاء، كيلو ب10 ليرة فقط، كيلو البرتقال ب10 ليرة. زي ما انتم شايفين هو حاطط الطبق وكل واحد بينقي اللي هو عاوزه. كيلو البرتقال ب10 ليرة. هنا ده ليمون تقريبا لكن حجمه كبير شوية، ب10 ليرة ايضا. هنا التفاح ب15 ليرة. اسعار تقريبا يعني ممكن نص الاسعار اللي موجودة في السوبر ماركت، مش النص لكن ممكن اقل بنسبة 25% 30%. هنا برتقان او يوسفي استفندي، شوفوا الكلمة دي معناها تشوك، تطلي يعني حلو جدا، تطلي يعني حلو وتشوك يعني جدا. انتوا سامعين حواليا الاصوات والاجواء في البازار. الطماطم دي شكلها مختلف شوية، لونها غامق،
ب 32 ليرة كيلو. أجواء البازارات في اسطنبول، شوفوا هنا كيلو الرمان ب 15 ليرة. $15 ليرة يعني نص دولار. وعشان انقل لكم كده واقع الحياة في تركيا، زي ما انتم شايفين مثلا الحاج اللي امامي حاليا، طبعا مش عاوز اصوره هو شخصيا، لكن الناس كلها بتروح البازار الاسبوعي بالنوع ده من العربات، يشتروا احتياجاتهم الاسبوعية من الخضار والفاكهة، لان الاسعار هنا افضل من السوبر ماركت، وكمان المنتجات بتكون غالبا حاجات فريش، حاجات طازه، مش حاجات مجمده او كده. البرتقال في ناس بتبيع ب10، في ب12، في ب15، على حسب بقى النوع او الحجم وكده، لكن فعلا الفاكهه شكلها حلو جدا، سواء التفاح، البرتقال، النار اللي هو الرمان، كل شيء موجود هنا. وزي ما بقول لكم دايما يعني انواع الجبنه متنوعه جدا هنا في تركيا. مرحبا ناصرسن سيد نير لسنز ترابزون ايفاد باليورم اسطنبول ده شوسن شن ترابزون تشوك جزال تشوك سيفيرو. وهنا نرجع مرة تانية لموضوع الجبنة في تركيا، يعني الأنواع فعلا متنوعة، وبيكون في لكل مدينة نوع خاص بيها. مثلا هنا هتلاقوا مكتوب أنتاب بينير، الجبنة الخاصة بمدينة أو منطقة أنتاب. هنا ترابزون، برجامة، تولون بينير، دي في إزمير. فالأنواع فعلا متنوعة هنا في تركيا. هتلاقوا أيضا السمك بيتباع في البازار الأسبوعي، هنا في حاجات بتبدأ ب100، 130، 150. أعتقد أنتم شايفين معايا البازار قد إيه زحمة، بازار الفاتح يوم الأربعاء في اسطنبول. واعتقد مش محتاج اوصف لكم المشهد، يعني البازار الاسبوعي فعلا مساحته كبيره جدا، الشوارع بالكامل المحيطه بمسجد الفاتح كلها البازار الاسبوعي. يعني في الايام العاديه الشوارع دي بيكون موجود المحلات اللي هي على الصفين، لكن الباع اللي هم عارضين بضاعتهم حاليا دول مش بيكونوا موجودين غير فقط يوم الاربعاء من كل اسبوع. دايما لما باجي هنا في منطقة الفاتح لازم بشتري كنافة من عند حلويات زين، مشهور جدا في المنطقة هنا، مكانه موجود على طول جنب الجامعة. الله ينور عليك، يا سلام. عشان اكون صريح معاكم، انا مش عارف هل دي كنافه نابلسيه ولا كنافه شاميه، لكن الاهم ان هي كنافه عربيه، وفعلا طعمها حلو جدا، من اساسيات بالنسبه لي كل ما اروح منطقه الفاتح لازم اكل الكنافه، واعتقد اي حد عربي عايش في اسطنبول لازم جرب الكنافه من عند حلويات زين. عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم.